المانيا غادي تطرد اكثر من 900 مهاجر مغربي غير شرعي الاخوان. تخيلوا معايا اي حراق في المانيا يحدي راسه، لان المانيا دابا غتطبق واحد القانون، الا ما عندكش اوراق وعندك صوابق تماك غتقول لك الله يعاون. ها علاش الاخوان كنقول لكم ديما سيروا بعزكم، ما تمشيوش وانتم حارقين. ها علاش هذا ما نتوما النتائج دابا حنا كنشوفوها، ودابا حاليا دابا راه شدوا اكثر من 100 مهاجر ودابا غادي يرحلوا من المغرب. من مورا ما جات الوزيره الخارجيه الالمانيه للمغرب، مشات تناقشت هذا القانون هذا مع الدوله المغربيه، وقالت لهم انه راه غيبداو يجمعوا المغاربه اللي ما عندهمش اوراق ويقول لهم سلام الله يعاون، لان المانيا لقات راسها انها كتخسر فلوس بزاف على دوك اللاجئين. قالت بركه الله يجعل شي بركه، انا غنبقى ديما نستقطب اللاجئين، يدخلوا عندي اللاجئين ونصرف عليهم ونعطيهم الفلوس ونعطيهم هذه، وفي الاخر فهمتي يديروا لي المشاكل انا تماك. لان العرب باش هذه الفكره باش نوضحها الاخوان، العرب في المانيا ماشي كلشي، العرب في المانيا اللي ما عندهمش اوراق راه كيديروا لهم المشاكل ديال بصح، وتماك راه شوف راه ماشي ديك اللعبه ديال غدير شي ذنب ولا غدير شي حاجه الله يعاون. ودابا حاليا راه دايرين واحد لا ليست ديال هذوك الناس اللي عندهم صوابق، اون فوا غادي يوقفوا عليك البوليس تماك غادي يقول لك الله يعاون. وانا تواصلت مع واحد الاخ كنعرفو في المانيا ساكن تماك، قال لي راه بدات القضيه، راه دابا ولاو كيتخباو اي واحد اي حراق ولا كيتخبى دابا ما كيخرجش من الدار نهائيا، لانه الا مشى تخرج غادي يقول ليه بسلامه غادي يرحلو، يعني غادي يعطيو الفلوس باش انه غير كب وياخذ البيه ديالو وغادي يمشي ومعاه البوليس. راه ماشي ديك اللعبه غتمشي معاها وغادي دير ديك اللعبه ديال غادي تسلات ولا كدا، لا معلم غادي يشدوك فحال هكا ويقولك يلا وغادي ديروك ويقولك غيرحلوك ويقولك سير الله يعاونك مابقاش رجع هنا. ها علاش كنقول لكم سيروا بوراقيكم. ودابا اسمعني مزيان، غنهضر معاك بحال خوك، غادي نعطيك الطريقه كيفاش تمشي لاوروبا بلا ما تحرق، ما تحرقوش الاخوان، بلا ما تريسكو بالرواح ديالكم. كتريسكو بالرواح ديالكم ومني كتمشيو لاوروبا كتدخلوا لاوروبا كيشدوكم. راه دابا الحراق راه شحال هادي كان كيعيش واحد الحياه خايبه ديال بصح، دابا راه تريبل، دابا راه يلقاوك حراق غادي يرجعوك للبلاد. راه دابا ماشي دابا بدات في المانيا، من مورا غادي يطبق في طاليان، طاليان دابا راه بارك كيتناقش هذا القانون هذا وغادي يناقشوا مع الدوله المغربيه. اللي ما عندوش اوراق، اللي ما عندوش اوراق الاخوان غيقول لك الله يعاون، ما كاين لا لجوء لا والو، بلادك فيها اخويا مامنه، بلادك عندك ستابيليتي ايكونوميك، عندك ستابيليتي بوليتيك، بعدك لا حروب لا حتى شي حاجه، شنو كدير عندنا هنايا؟ ياك بلادك غادا سير في طريق النمو، هما ما كيعرفوش ان المغرب ما فيهش الخدمه وما فيهش هادشي، ما كيعرفوش هما هاد الهضره، كيعرفوا ان بلادك بخير، بلادك ما فيها لا حروب لا والو، ماشي بحال سوريا والدول الاخرى. والسوريا سوريا ما بقاوش كي سوريا دابا حاليا ياك السوريين نايض عندهم الروينه تماك وكذا، ما بقاوش كيقبلوا اللجوء ديال السوريين عندهم في الدول الاوروبيه. صافي الله يعاون، سدات مادام سدات مادام، داكشي ديال شحال ديال 2015 و2016 ما بقاش دابا، دابا انت كتفكر غتمشي ضربها من دول البلقان وتماك الاخوان ولاو دوك راكم عارفين ولاو منظمات وداك الشيء ولا خطر ديال بصح انك كتمشي من داك الطريق. فداك الشيء علاش انا ضد هاد البلان ديال الحريق، ضد نهائيا، وديما كنقول لكم في الفيديوهات ما تحرقوش، سيروا بطريقه دي طريقه قانونيه، سيروا بطريقه قانونيه. ودابا غنعطيكم الطريقه القانونيه الاخوان، واللي بغى الطريقه القانونيه راه غادي يخدم عليها، راه ماشي غنعطيك انا الحل السحري، راه ما كاينش شي حاجه سميتها الحل السحري ولا الحل نعطيكم شي لعيبه من شي ميراكل. الهضره اللي غادي نقولها لك غتكون سمعتها من شحال من واحد غير، وانا غادي نموتيفيك وغنقول لك الا خدمتي راه غادي تمشي وغادي تدخل اوروبا وغادي تعيش في اوروبا مزيان. فسمعني امول اللي ما قاريت اللي ما عنده لا باك لا والو، ها علاش قرايه زينه خي ديالي، الا كنتي قاري ولا حدك السيزيام ولا نيفو باك غادي تدفع الباك. اول خطوه، اول خطوه الاخوان، الناس اللي كتحلم تمشي مثلا لالمانيا، لان انا في النظريه ديالي المانيا احسن دوله اوروبيه دابا حاليا اللي فيها الخدمه اللي فيها كلشي، احسن من انا النظريه ديالي كنشوف احسن من طاليان واحسن من فرنسا واحسن من دوك الدول الاخرين. اول حاجه، اول خطوه، اول خطوه هو انك تدفع الباك ديالك، غادي تدفع باك ليه، من مورا ما غادي تدفع الباك ليبر ديالك، ياك سمع مزيان اخي ديالي سمع مزيان، من مورا ما غادي تدفع الباك ليبر ديالك غادي تشدك الباك وغادي تقاتل. ماشي ديك اللعبه غتقول لي لا حقه، شوف دابا الحلم ديالك غادي تخدم عليه، الحلم ديالك مثلا دابا حنا هذا العام هذا وقيلا مشى دابا الدفع ديال الباك ليبر وقيلا ما عرفتش
العام الجاي غادي تخدم على الباك ديالك، ولا بغيتي تسرع اسرع بدا البريباراسيون ديال الباك من دابا، واخا ما غاديش تشد ما غاديش تدوز باك العام، ولكن بدا تخدم على الباك من دابا، من مورا ما غادي يسهل عليك الله وتشد الباك ديالك او ميم طون باش تربح الوقت. غادي تدوز غادي تدخل شي سوندر دو لونغ ديال الالمانيه، سمع مزيان اخوان سمعوا مزيان، باش تربح الوقت غتدخل شي سونتر ديال الالمانيه باش تاخذ البيدو ديالو والبيتزفاي كما كيقولوا ليه هما. البيدو البيتزفاي كيعطيك يخول لك انك تقرا شي انيفرسيتي تماك ولا شي كونتر دو طرافاي، مي ضروري يكون عندك هذاك الشهاده ديال اللغه. كتدوزها على ربعه ديال الحوايج، كتدوزها على الكومينيكاسيون، وكتدوزها على الكتابه، وكتدوزها على السمع، وكتدوزها واقيلا مهم كدوز على ربعه ديال الحوايج. من مورا ما كتفاليدي دوك ربعه ديال لي موديول اللي قلت لك في هذه الشهاده اللي كيعطيو لك ديال اللغه، غادي تدفع بها باش انك تاخذ الفيزا ديالك، غادي تدفع لزونيفرسيتي تماك. وباش بسرعه بسرعه، لان المانيا حاليا الاخوان خاصها اليد العامله، دير معاها شي تكنيسيان في شي حاجه، غتصرع شي حاجه. تخيل معايا تكون شاد الالمانيه وكتهضر بالالمانيه، دابا شوف غتضرب هادشي كامل عصفورين بحجر واحد. الباك ضروري، لان ما كيتناقشوش معاك الا ما كتهز داك الباك. الباك ضروري، فهداك العام غدوز شي ديبلوم شي تكنيسيان شي حرفه شي لعيبه، من معاها غتشد اللغه ديالك، غتهضر مع راسك، غتشد غتولي تهضر بالالمانيه، يا قدام المرايه يا شي حاجه. عطى الله لي زابليكاسيون، كاين دويلينغو كاينين بزاف ديال لي زابليكاسيون، غتشد الالمانيه ديالك غادي تهضر بالالمانيه، ماشي ضروري غتولي فيها حيتاش الالمانيه. شوفوا الاخوان انا قريت الالمانيه، الالمانيه كتبغي شويه ديال البراتيك، وهي راه ما صعيباش، راه ما فيهاش القواعد ديال اللغه بزاف وداك الشيء، راه نتوما نيشان كما كتقراها غادي كما كتشوفها غادي تقراها، كما غتكتبها غتقراها، دار شي لعيبه غتقراها دار شي، ما كاينش ديك اللعبه ديال ماشي بحال الفرونسي ولا لونغلي التعقيدات خصوصا الفرونسي. لا الالمانيه تقراها غادي والنطق بقى تعاود ديك الكلمه، بقى تعاود ديك الكلمه البيسك، فهمتي؟ بقى ديك اي حاجه شوف شتي في المرايه بقى تشوف المرايه، بقى شفتي بقى تهضر مع راسك، بقى تهضر مع راسك، راه غتشد اللغه وميم طون قلت لك غتشد البلان ديال شي تكنيسيان في شي لعيبه، وميم طون غتاخذ الباك ديالك تما غادي تدفع. خاصهم يد العامله دوك الناس، خاصهم بنادم، وتكون شوف وتكون عندك العقليه، بدا ديك العقليه الاوروبيه تبناها وانت في المغرب، في المغرب عيش داك الحلم الاوروبي في المغرب، في المغرب مثلا انت دابا في بيتك عيش داك المود ديال انك غتمشي لالمانيا، ما تقولش ديك اللعبه لا حقه راس زهار لا هادي، غتعيش اخويا داك الحلم ديال انك غتمشي ديك البلاد سالينا، ما كاين ما ولكن، غادي تمشي انا غادي نمشي لالمانيا، ما كاينش شي واحد غيدير لي الحلم ديالي، انا غنمشي لالمانيا. فمن مورا الخويا ديالي غدير هاد الحوايج اللي قلت لك، انك تقاد السيستم ديالك وتقاد الحل وتخدم على الحلم ديالك انه غتمشي لالمانيا، تيق فيا يا خويا غادي تمشي مليار في المليار. وعرف داك سونور دو لونغ اللي غتدخل ليه يكون ناضي، واخا تخسر فلوس ديال 1000 درهم في الشهر وداك الشيء ماشي مشكل، او ميم طون باش تقاد الكومونيكاسيون ديالك بدا تمشي دوك لي سيت ديال الشات وداك الشيء، تهضر مع الالمانيين، قد تهضر مع شي الماني ولا شي حاجه بدا تجيب معاه ودي معاه في الهضره وكذا، وهادي عيش انت واخا في المغرب عيش البلان ديال المانيا. هو الطريقه اللي كنقول لكم انا مشابه واحد الدري الصديق ديالي، والله الاخواني دابا في المانيا وعايش موت بخير، عايش موت بخير تماك، راه حتى هو الاخوان من طبقه شعبيه، طبقه شعبيه ود الشعب لاقصى الحدود، راه مسكين راه كان كيتقاتل في المغرب، يعني راه شوف ولد الشعب، ولد الشعب داك الشعب المكحوط، الدري عشيري كان فهمت؟ ها هو دابا عايش موت بخير، صوفا والدي تقدر لهم واحد لابارتمون زوين كنقسم لكم بالله الا صوفا، ودير هادشي اللي كنقول لكم انا، انا كنت كنريح معاه في قهوه والله الاخوان قسما بالله، اللي كشد لابليكاسيون ديال واحد لابليكاسيون الالمانيه وكيبقى يهضر معايا كيدي يقول لي انا شوف انا غنبدا ندوي معاك وانت، وانا الصراحه شديت معاه انا شويه، قال لي غنبداو ندويو بحال هذيك اللعبه في هاي سينزي كتاب، شوف ذوك البيسك ديال الالمانيه، قال لي غير باش باش ديك اللعبه باش نشد هذيك بعدا البيسك ديالها، شد البيسك بدا كيدخل في العميق، وديما كي بريباري داك الكونكور ديالو لعيبات. الباك كان عنده هاد الدري، كان عنده الباك، كان خصو غير عامين يضربها في هذاك، دخل لي ستيه
تخيلوا معايا ضرب عامين في لا لونغ دخل لي ستيا شد تكنيسيان سبيسياليزي في الميكانيك ولا ما عرف شنو داكشي اوتوموبيل وكذا لانه كان كيبغي داك الدومين بزاف دفع شدوه ديك الساعه خدم دابا خدام في واحد الشركه واعره ديال الاوتوموبيل في المانيا ومصوفي ديال البسطح. وتخيلوا معايا انه كيدوي بالالمانيه بحال شي الماني. وتخيلوا انه عقليه ناضيه ما كاين لا بليا لا والو. بغيتكم تكونوا بحال هاد السيد هذا راه غيكون دابا كيتفرج في الفيديو ديالي. اخوان الحل راه عندكم نتوما. بغيتو تقاتلوا على الحلم ديالكم تقاتلوا على الحلم ديالكم، ماشي تعكزوا وغتقولوا لا حقه هذه ما هذه. شوف تقاتل على الحلم ديالك راه غادي توصل، غادي توصل اقسم بالله العلي العظيم. هذا هاد الفيديو هذا لان بزاف د الناس باغا تمشي وباغا تصوفي وباغا بزاف ديال الحوايج ولكن ما عارفاش كيفاش بحكم انهم كيقولوا حقه ما كاينش امكانيات. والله الاخوان لهاد الدري ما كان عنده امكانيات الا كان كيخدم وكذا وكيجمع الفلوس وكيصوفي وكذا وهادي. وشوف صنطيحه ما كاينش، جبهه ما كاينش، اي حاجه كيمشي كيقلف فيها البيه، اي حاجه فهمتي كيخدم فيها، مشى خدم في الجرف ما خلى فين خدم. دري ناضي ديال بصح كان كيمشي كيقلب راسو في النيشور، خدم سونتر دابيل كذا كيجمع فلوس كيخلص السونتر ديالو ديال المانيا. الدري قال غادي يمشي لديك البلاد، ما كاينش شي واحد غيدير لي الحلم ديالي. سالينا دراري حيدوا عليكم فكره الحريق، دراري حيدوا عليكم فكره الحريق. الله يرحم به الوالدين، الله يرحم. راك انا كنطلبكم الاخو حيدوا فكره الحريق، حيدوا فكره الحريق. راه ما غادي ما شوف راه والله ما غادي. راه كنصحكم، راه كنصحكم نصيحه من القلب. راه انا اللي شفت الحراقه كيفاش عايشين تماك، راه انا شفت الحراقه كيفاش عايشين تماك. راه ماشي كنجيب لكم انا الهضره من السماء ولا من شي كدا، راه عندي اصدقاء ديالو شفت تماك الاوضاع ديال الحراقه. راه ما كنقولش لكم هاد الهضره انا غير انا هذاك، راه شوف راه بلا ما راه قريب ان شاء الله غندير لكم شي فلوق تماك ولا شي فيديو تماك وغنوريكم الحقيقه المره ديال الناس اللي ما عندهمش وراء كيفاش عايشين. فهادشي اللي كاين، نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو تعطيو الاراء ديالكم. واللي بغى يمشي يتواصل معايا نقد نعطيك طرق اخرين ابار هاد الطريقه هادي. تقد تمشي بالتجاره ديالك الا كان عندك شي محل وكذا، تقد تمشي بالتجاره ديالك. راه كاينين بزاف ديال الطرق باش تمشي لالمانيا ولكن قانونيه. حنا كنهضروا في القانون، من غير القانون ما غاديش نهضر معاكم. تبارك الله عليكم.